السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. والنهاردة فيديو مختلف شوية، أقول لكم على 10 كتب صوتية استمعت إليها في 2023، ودي هتكون زي ريفيو كده برضو لآخر السنة. في حاجات منها بدأتها من السنة اللي فاتت وكملتها السنة دي، وفي حاجات بقى بدأتها السنة دي، وهقول لكم إيه أكتر الكتب أو مثلا الروايات اللي ممكن تستمعوا إليها وفي نفس الوقت ما تزهقوش وما يكونش فيها ملل وتستفيدوا برضو بالكتب دي، وهل الكتب الصوتية فعلا مفيدة ولا أي كلام. في بداية الفيديو كده أكيد شفتوا تصوير المكتب، الزاوية بقت مختلفة وغيرت حبة حاجات كده في المكتب، سيبولي رأيكم في الكومنتات وهسيب لكم كل حاجة طلبوها من البجات، يعني سواء البرواز أو اللي هو الجواب أو كده هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت. المهم دلوقتي دي الكتب اللي أنا قرأتها السنة دي، تمام؟ فالكتب بقى دي فيها اوديو بوكس، فانا قلت اجمعهم مع بعض واقوله لكم في فيديو واحد بدل ما اراجع كتاب كتاب، لان انا في كتب كتير قراها من اول السنه وما رجعتهاش لحد دلوقتي. وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات، وهسيب لكم لينكات الانستجرام والتيك توك والفيسبوك بتاعي تحت في الديسكربشن. دلوقتي هنبدا في اول كتاب، انا مش هقولهم بالترتيب، هما 10 كتب وروايات. طيب هل الكتب الصوتيه فعلا مفيده؟ بصراحة أنا في الأول ما كنتش بستمتع بيها لأن أنا كنت لسه بادئة، الكلام ده كان السنة اللي فاتت، بس السنة دي حسيت أن أنا استفدت، وبحس أن هي كمان كقصة، وخصوصا أن أنا بسمع بودكاست كتير، فالموضوع فارق معايا أن أنا ممكن أسمعها وأنا بغسل المواعين وأنا بخطط مثلا أو أنا في الطريق بسمع برضو بودكاست كتير أو كتب بقى. يعني الكتب كمان بحس أن هي في كتب مثلا بحس أن هي تقيلة عليا أن أنا أقرأها او ان انا احس بملل فبستمع اليها، زي كتاب ده اللي انا هبدأ بيه مثلا، كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية. الكتاب ده مثلا مفيد وحلو وعايزة اقرأه، بس بجد مش حاسة ان انا ليا طاقة او عندي طاقة ان انا اقعد اقرأه ككتاب، فقلت ان انا هستمع اليه وهستمع عليه على اجزاء. استمعت مثلا قولوا كده مثلا على 2 شهر ولا حاجة، كنت بسمع جزء جزء على حسب الحاجة اللي انا استفاد منها. وزي ما قلت لكم الكتب بالذات بحب ان انا اديها وقتها بحيث ان انا اخد الافكار واخد كل الحاجات اللي انا عايزه استفيد منها براحتي. غير الروايات، الروايات ممكن اخلصها في يوم، ممكن اخلص روايتين اودي بوكس في يوم عادي، بس ده ما حصلش برضو السنه دي يعني عشان الوقت وكده. فغير الكتب خالص، فالكتاب ده عجبني جدا وبصراحه استمتعت بيه اكتر اودي بوكس. انا حسيت ان انا لو كنت قراته بجد كنت هحس بملل ما كنتش هكمله. الكتاب ده بيديك 7 عادات بتمشي عليهم بيحسنوا حياتك وبيحسنوا افكارك، زي العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه، الاثنين حلوين جدا وفيهم برضو افكار مشابهه من بعض، تمام؟ فده كان اول كتاب معانا. تاني كتاب السؤال الحائر لدكتور مصطفى محمود. الكتاب ده صغير مش كبير، بيتكلم عن اسئله بتيجي في دماغنا مثلا ممكن ما يكونش ليها اجابات معينه، او بتحس ان انت اول ما مثلا بتسال السؤال ده اللي هو لا حرام انا مش هينفع اسال السؤال ده وانا ازاي بفكر كده ومش عارف ايه. فبجد الكتاب ده تحفه وفيه افكار كتير يعني فلسفيه، فحلو جدا وعجبني. وكان هو مدته 2 ساعة يعني مش كبير خالص، خلصته في يوم، ده فعلا خلصته في يوم، فممكن تستمعوا اليه هيعجبكم جدا، فانصحكم جدا ان انتوا تقرؤوه. ثالث كتاب معانا هو حوار مع صديقي الملحد برضو لدكتور مصطفى محمود. كنت حبيت الكتب بتاعته، حبيت طريقته، حبيت كتابته، حبيت اللغه. الكتاب ده عباره عن اسئله من واحد ملحد او شخصين في يعني في واحد، يعني دماغي بتتكلم مثلا بتسألني سؤال. حوار مع صديقي الملحد ده مثلا لو انا بفكر تفكير الحادي وفي نفس الوقت الشخص التاني بيرد عليه، فالاسئلة كانت حلوة وصراحة استفدت برضو منه كتير. انا في حاجات كده معينة ببقى بسأل نفسي فيها بلاقي الاجابات عنها في كتب زي دي، بجد الكتاب حلو وانصحكم بيه جدا. تقييمي للكتب اللي فاتت دي هكتبها لكم في الديسكريبشن تحت. وسبحان الله صدفت في الكتابين ان انا كنت بقرأهم وانا بروق، يعني بستمع اليهم وانا بروق، فكانوا حلوين جدا، استفدت كتير وما حسيتش ان انا ما استفدتش من الكتاب، او مثلا حسيت ان انا في حاجات كنت ببقى عايزه اعمل عليها هايلايت، ودي عيب من عيوب الاوديو بوكس، بس في نفس الوقت لا انا استفدت من الافكار، حسيت ان انا خرجت بره صندوق الكتب اللي انا بقراها شويه. طبعا في كتب دكتور مصطفى محمود يا جماعه لازم تقراوا على الاقل كتاب ليه. نيجي للروايه اللي بعد كده، بئر الشيطان لكاتب غير معروف او مجهول الهويه. يعني الرواية دي كانت عبارة عن بنت مبروكة في قرية، وكانت بتحدث كوارث، او هم كانوا مسمينها البركة بتاعت القرية. هي كانت بنت ما بتتكلمش، كان شعرها طويل واسود، وكانت جايبة شعرها على عينيها كده نص. بصراحة من وصف الرواية كانت البنت مرعبة، يعني انا كنت بخاف منها جدا، بجد انا كنت بخاف منها وهو بيحكي عنها وكده. استمتعت بالرواية، كنت هقول لكم بقى كل رواية كنت بسمعها ازاي. دي سمعتها وانا بغسل المواعين،
فبجد كنت ساعات بحس كده اللي هو ايه، هتيجي من ورايا تقتلني او في حاجة غلط يعني. لا الرواية بصراحة كانت حلوة، وكان تقييمي ليها برضه هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت عشان ما اقولش التقييمات من الاول. نيجي للرواية اللي بعد كده، لن تجد مكانا تفر اليه لنزار عيسى. الرواية دي عجبتني جدا 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 بجد، رواية تحفة. الرواية كانت فكرتها مختلفة تماما، ولا كنت متوقعة اللي حصل، ولا كنت متوقعة وسط الرواية ولا النهاية ولا أي حاجة. كنت حاسة فعلا أنا بقرأها مش مجرد بسمعها، كنت حاسة أن أنا حاسة بالأجواء. وكان الصوتيات كمان دي سمعتها من على اليوتيوب، كمان الصوتيات اللي كانت فيها كانت تحفة ومدية للرواية كده جو. تمام، الرواية بتتكلم عن شخص هيصحى يلاقي نفسه في مكان مقفول عليه مع بنت، ومش هيعرفوا يخرجوا من المكان ده. غرفه مغلقه ما فيهاش باب، ما فيهاش مفتاح، ما فيهاش اكل، ما فيهاش ميه. هتحصل له هلاوس سمعيه وبصريه، هو مش هيكون عارف هي حقيقه ولا مش حقيقه، هيطلع من المكان ده ازاي او ايه اللي هيحصل. ده اللي انتوا هتشوفوه في الروايه. نيجي للروايه اللي بعد كده، روايه لغز الصندوق الاسباني لاجاثا كريستي، او الروايه بلوسيه اسمها اوديو بوكس. بصراحه ما حبيتهاش، مش عارفه ليه. الروايه كانت حلوه وجريمه وكده، بس لا كنت حاسه انه ثم لم يبقى احد كانت احلى بالنسبه لي بكتير، ودي قراتها عادي كتاب. فلا بصراحه مش عارفه يعني، ممكن تسمعوها وتحبوها. عموما روايات اجاثا كريستي اللي بتبقى اوديو بوكس بتكون قصيره ومش طويله، الا يعني حاجات كده معينه طويله. بس فعلا انا ما حسيتش ان انا استمتعت ولا استفدت ولا اي حاجه، برضو كنت بسمعها وانا بغسل المواعين. بعد كده هننتقل للعبقريات الثلاثه اللي انا استمعت اليهم السنه دي. السنه اللي فاتت استمعت لعبقريه محمد، وده عجبني جدا، عجبني اسلوب عباس العقاد جدا في شرح السيره الذاتيه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنت حابه كمان ان انا اسمع عن الصحابه الفتره دي، كمان قلت ان انا هسمع بقى للصحابه بحيث ان هي تكون حاجه تنفعني وحاجه زي بودكاست او كده، وفي نفس الوقت يكون كتاب. قرات لعبقريه الصديق لعباس العقاد، وعبقريه عمر، وعبقريه الامام علي اوديو بوكس. التلاتة يا جماعة تحفة بجد. عموما الكتاب المجمع للعبقريات أنا ناوية أجيبه وأقرأه تاني، لأن بجد في حاجات كتير ببقى عايزة أعلم عليها. بس كاستماع برضو استمتعت بيهم جدا جدا، واستفدت منهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فأنصحكم جدا، هما السيرة الذاتية للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر كتاب استمعت إليه السنة دي هو خالد بن الوليد لأبو زيد شلبي. بجد الكتاب ده تحفة. هو خالد بن الوليد سيف الله، وكان يلقب برضو بالفاتح. الكتاب كان حلو جدا، اتكلم عن كل حاجة، اتكلم عن كل جوانب حياة خالد بن الوليد، وده برضو اللي حصل في العبقريات، يعني عبقرية محمد او عبقرية عمر او عبقرية الامام علي او عبقرية الصديق. كلهم بيتكلموا عن جوانب حياة الصحابة دي كانت عاملة ازاي بقى، من ناحية حياتهم الاجتماعية وحياتهم في الحرب وحياتهم في الدين ودخولهم الاسلام، كل الحاجات دي بجد بجد استمتعت جدا بيها. وكده دول كانوا العشر كتب اللي انا استمعت اليهم السنة دي. تمام، بصراحة اكتر نوعية كتب حبيتها السير الذاتية للصحابة، او عموما السير الذاتية. بحس ان انا لا اتبسطت، حسيت، او الكتب الدينية حسيت ان انا بتعلم منها وبستمع اليها بتعلم منها. في حاجات ببقى عايز اعلم عليها، بس برضو بستمتع جدا بيها بصراحة. وفي نفس الوقت بحس ان انا مش بمل، كل صحابي بجد كان ليه حياة مختلفة تماما عن التاني. فانصحكم جدا بالاستماع للكتب، وككل يعني كتجربة ككل بصراحة بستمتع جدا بيها. في كتب بحس ان هي مملة ما بكملهاش اصلا، يعني في كتب كده من بدايتها بحس ان انا لا مش فايقة ان انا اسمع، او مش مركزة اساسا فبقفلها. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه يكون عجبكم وافدكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات. وبس كده، السلام عليكم.